لاحظوا استاذ انه الفن تحول من القيم والرساله وعنده اهداف ومغزى للتجاره، وهذا امر طبيعي بالنظر لمجموعه من الظروف، في حين انه بعض الفنانين او المنتسبين بالاحرى المنتسبين للفن يسيئون للفن. ناخذ مثال مثلا فيلم الزين اللي فيك، يسيئون للفن اكثر مما يعطي واحد الرساله. وماذا شنو كتقولوا انتم بما انكم كتمثلوا في هذا الفيلم؟ شوف كاين واحد، انا ما غاديش نخوض معاك في الفيلم ديال الزين اللي فيك اكثر، لان باش ما نعطيش الحجم ديالو اكثر. يكفي انني نقول لك كاين واحد مساله اخرى ديال بعض المخرجين كيبغيو يديروا ديك العمليه ديال خالف تعرف، كيبغي خصو يدير شي حاجه اللي خارج عن الطبيعه، خارج عن المالوف باش تسلط عليه الاضواء. يعني شنو المعنى ديال انني نعري لواحد الواقع، لواحد المجتمع، لكن المجتمع ماشي في حاجه ليه انك تعري ذاك الواقع. كاين اللي بغيت نوصل الرساله، كاين طرق ليا فيها نوع من الحياء، فيها نوع من الايحاءات، ماشي غادي ندير داك الشكل مباشر. اذا هذاك راه كيخسر لنا السمعه ديال كيخسر السمعه ديال البلاد بصفه عامه. يعني كتولي كتنعس بانها بلاد فيها فساد وفيها كذا وفيها كذا، وانما هي الا كانت واحد الحالات شاده فالشاد لا يحتسب والاستثناءات لا تحتسب. غير للاسف ان بحال المسائل هذه تثير كتولي عباره عن نقطه سوداء تحتسب للمغرب ككل، ماشي كذاك المخرج ولا كذاك الفنان. كنوليو كنتنعتوا حنا من طرف دول اللي كتستغل بحال الشيء، وتتنعتنا حنايا كبلد فيه كذا وكذا كذا، مع العلم ان راه تشوف يعني قارن هذاك العمل مع اعمال اخرى في المستوى غادي تعرف بان حقيقه ديال المغرب، ماشي غادي غير نقولوا راه الزين اللي فيك هو اللي كاين. الزين اللي فيك حاله شاده دازت، دارت واحد الزوبعه، خلقت واحد السجال، خلقت واحد الجدال، خلقت هذه، وغير باش يعني تعطاه اكثر من الحجم ديالو. بدليل هو انه احنا في المغرب رفضناه، بعض الدول الاخرى اللي صرحت به بشكل عادي، وعطاته كاع جوائز. شوف فكر، عطاته جوائز، معلم ان كاين افلام ليا في المستوى ما كيعتبروهاش كاع، واش كاين ولا ما كايناش.